السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من السوق الأسبوعي سوق الحد مع القلة ديال الأمطار والتساقطات المطرية. الزيتون طالع في الثمن دير تقريبا الرابعة سبعة دراهم للزيتون الأحمر وللزيتون الكحل وللزيتون الأبيض. جميع الأنواع ديال الزيتون تقريبا دايره 7 دراهم للرابعه، يعني 7 دراهم للرابعه وكيكون واحد الاقبال كبير عليها. ولكن من خلال الحديث انا مع السيد اللي مكلف انه كيقول لنا بانه مع قله التساقطات المطريه الشتا ما صاباش بزاف تقريبا، كاين ارتفاع في الثمن. خويا محمد بغيناك غير تكلمنا على الثمن ديال الزيتون، شحال الرابعه شحال الكيلو؟ تفضل اخويا محمد. سنتين هو الزيتون مرة على قيمة الأمطار ديالو وشوية مرتفع الثمن ديالو. نعم أخويا. كان الأولى كان موجود وكان خارج موجود وداكشي مع الأمطار وداكشي. نعم. كان تيدير كاع على إلى طلعي ديال 16 درهم 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم كنا ناخذوا بالجملة ديال 11 درهم 12 درهم. دابا ولينا ناخذوا بالجملة 21 درهم 22 درهم. تقطيب 28 درهم. دابا كان دابا ارتفاع كان في ديال الرابعة 90 ريال 5 دراهم 4 دراهم 70 ريال. دابا الرابعة ديال 140 ريال 140 وبالعظم 160 ريال والرابعة بالعظم 160 160 ريال وبالعظم 7 دراهم. والكحل حتى هو الكحل حتى هو ديال 8 دراهم 8 دراهم. ايوا هذا هو الثمن اللي كاين راك عارف السوق. كيفاش كيفاش بالنسبة خويا محمد يعني دابا الاقبال ما بقاش كي كان، كان الاقبال ملي كان 4 دراهم كان الاقبال عليه كثير. نعم. دابا ملي ولا 8 دراهم ولا الاقبال عليه قليل، بنادم تيفكر حتى الغلاء ديال الخضار وداك الشيء، تيفكر بانه يشري جوج كيلو ديال الطاطا ب 10 دراهم، ما يشريش رابعه ديال الزيتون ب 8 دراهم. هذا هو اللي كاين فهمتي. وبنادم راه عارف القضيه ضعيفه عند الانسان. الزيتون يعني ديال البلاد اخويا. الزيتون ديال البلاد. الزيتون ديال البلاد. ما كاينش الزيتون اللي كاين. هاد العام تتروج اخبار بان غيستوردوه من الصباليون. هاد الشيء اللي بغيت نقول لك انايا. غيستوردوه من الصباليون. يعني واش كاين غادي يكون الزيتون داخل ديال. حنا اللي كنا نصدروا الصباليون ولينا حنا غنجيبوا مع الصباليون. والزيت هاد العام راه عول عليه على 90 درهم 90 درهم الليتر. العام تبيع الزيتون في الشجره باقي كاع ما كاين. الله دار دار ديك النواره حيد النواره. تبيع بالجمله تبيع بالمليصحاح تبيع. الناس تيحتكروا صحاب الفلوس تيحتكروا الزيتون تيحتكروا الزيتون تيحتكروا السلعه تيحطها تتغلى تولى قليله والمسائل عاده باش يطلع الثمن ديالها الثمن ديالها ما كيراعي ولا المواطن حتى المواطن مو حتى مواطن ما مسوقينش راه صعيبه اخويا باش تاخذ الرابعه ب 7 دراهم. شكرا لك اخويا محمد الله يكبر بك اخويا. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر كان هذا التصريح ديال سي محمد اللي هو بائع ديال الزيتون مشهور هنا بالمدينه ديال سطات بالاسواق الاسبوعيه اللي حاول انه يقول لنا يعني الثمن ديال الزيتون. وهذا سي محمد راه موج زيتون معروف ومن المحبين ديال فريق النسمه الرياضيه السطاتيه اللي حاولنا اننا جينا عنده باش نعرفوا الاثمنه ديال السوق. تحياتي لك سي محمد. شكرا. هذه هي الاثمنه ديال الزيتون كيف ما كتشوفوا يعني الزيتون كيف كيقول لنا بانه يعني الثمن ديال الزيتون راه طالع. علاش؟ لانه كاين قله الماء الشتا ما كايناش زياده على الاحتكار ديال بعض الناس لانهم كيحاولوا يشدوا الزيتون حتى كيغلى ويتم انه كيتباع للمواطن. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من قلب السوق الاسبوعي سوق الحد المدينه ديال سطات. هذه هي الاثمنه ديال الزيتون كيف كتشوفوا. كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر.